السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز اتكلم فيها، معرفش ليه دايما جمهور الزمالك واعلام الزمالك بيحاول دايما يعمل مقارنات خزعبلية. جمهور الزمالك وفقا لعلم النفس اقدر اقول ان او افسر ده بانه محاولة لسد عقدة نقص، مش قادرين يكسبوا النادي الاهلي في حاجة، مش قادر يتفوق على النادي الاهلي في حاجة، فبيحاول دايما يوهم نفسه ان ناصر ماهر احسن لاعب في مصر، محمد شحاتة احسن من امام عاشور، عبد الله السعيد اجمد من محمد مجدي قفشه، حسام عبد المجيد احسن واعلى من محمد عبد المنعم، عواد هو الاصل احسن جون في مصر واحسن من الشناوي وقد 10 من شوبير، عمر جابر قد محمد هاني 500 مره، الجزيري احسن من وسام ابو علي 900 مره، حسام حسن بياخد لعيبة الزمالك لأنهم لعيبة على الفرازة، لكن لعيبة الأهلي سد خانة. يا جماعة انتم مصدقين نفسكم بجد؟ والله أنا بسأل سؤال، أنت وأنت بتقول الكذب ده أنت مصدق نفسك إن لعيبتك أعلى كواليتي في مصر؟ أنت مصدق نفسك إن لعيبتك أحسن لعيبة في مصر؟ طب لما هم أعلى كواليتي وهم احسن لعيبه، ليه اللعيبه دي ما بتكسبش الدوري كل سنه؟ ليه الفرقه دي لما بتلعب دوري ابطال افريقيا ما بتكسبوش كل سنه زي لعيبه النادي الاهلي؟ ليه الزمالك بيطلع حصاله فيما النادي الاهلي بيفوز بالبطل واللقب؟ ليه؟ يعني انت فكرتني بفيلم الليمبي 8 جيجا، انت ما فيكيش عيب وتقدري تخلفي، وانت ما فاكش عيب وتقدر تخلف، لكن انتوا الاتنين مع بعض ما ينفعش تخلفوا. انت عندك احسن لعيبه في مصر، وعندك وفقا لكلامك احسن جمهور في مصر، وجمهور يهز الحجر، طب فين البطولات؟ مفيش. لا، يبقى العيب في مين؟ العيب في ايه؟ في المنظومه؟ كان بان عليك الفراخ البانيه لما انت عندك احسن لعيبه، كان بان عليك البطولات بتاعت كل سنه، لكن ده انت حيالله كل لما بتكسب دوري بتكسبه بعوامل خارجيه، ما بتعرفش تكسبه بمجهودك وما بتعرفش تكسب بطوله بمجهودك. الزمالك والله العظيم شر الباليه ما يضحك. يعني انا بشوف من وجهه نظري ان نادي الزمالك ده نعمه من ربنا علينا كاهلاويه، يعني لولا نادي الزمالك في حياتنا كان الدنيا هيبقى ليها طعم تاني بصراحة، والله العظيم لولا نادي الزمالك في حياة جمهور الأهلي لكانت الحياة لها طعم آخر أكيد بالسلب. واسأل نفسك فرحتك لما بتكسب بطولة من قلب الزمالك ومن إيد الزمالك، ولا لما بتكسب 10 بطولات من أي نادي تاني. الزمالك قرر إنه يجيب مدرب الأحمال البدنية في فرقة كرة اليد عشان يدرب فريق كرة القدم، وكله بيرزق، محدش عارف رزق مين رايح لمين. فرقة كرة اليد اللي طلعت صفر في كل شيء، صفر في الدوري، صفر في الكاس، صفر في السوبر، صفر في افريقيا، صفر في سوبر افريقيا، 5 بطولات خسروها بالتمام والكمال. فقرر مجلس الإدارة انه يكافئ مدرب الأحمال اللي بالمناسبة البدني بتاع فرقة اليد في نادي الزمالك واقع، فقرروا يكافئوه وهو أجنبي، فخدوه يكمل عقده مع نادي الزمالك في كرة القدم. قال لك بدل ما نمشيه وياخد عقده بالكامل احنا نشغل دماغنا بقى. بص يا باشا بقى، الإدارة فن مش عنا عن، الله عليك يا حسين يا لبيب، الله عليك يا دماغ، الله عليك يا كبارة. قال لك بدل ما الراجل ياخد عقده ويمشي وياخد فلوسه وما نستفادش بعقده، ما يجي يكمل عقده عندنا في كرة القدم، وهي كلها حصص ألعاب، هنجرد لعيبة حوالين الملعب بدل ما يجروا حوالين الملعب بتاع الصالة،
هيجروا حوالين الملعب بتاع اوضه النوم عادي جدا بتاع الاستاد وبس، يعني مش محتاجه يعني كيمياء يعني، ونحافظ على الارشينات بتاعتنا. فانا بارك لنادي الزمالك على ذكاء وعبقريه مجلس ادارته. اكيد نادي بيراميدز هيلعب مع سموحه، من المفترض ان نادي بيراميدز من الانديه اللي هتنافس على او بتنافس، مش هتنافس بتنافس، وهو الاقرب للحصول على لقب الدوري. من المفترض ومن الحياديه وتكافؤ الفرص ان الفرق اللي بتنافس على الدوري يجي لها حكام دوليين. ليه بقول دوليين؟ لان الحكم الدولي هيخاف على اسمه، الحكم الدولي هيخاف على سمعته، الحكم الدولي عارف ومتأكد ان الفيفا بيراقبه أدعين، والكاف بيراقبه أدعين، فهيفكر مليون مرة قبل ما يجامل ده او يجي على حساب ده. عشان كده اذا اردنا بطولة شريفة ومنافسة نزيهة علينا بجلب حكام دوليين للفرق المتنافسة على الدوري والفرق المتنافسة على الهبوط، لكن للمباراة التامنة على التوالي 7 ماتشات من 8 مباريات حكام درجة تانية، حكام غير دوليين، حكام لو جم يغلطوا يغلطوا بمزاجهم، محدش هيحاسبهم ولا حد يعاتبهم، مش فارق معاهم لا فيفا ولا كاف. بيراميدز 3 نقاط جديدة هيروحوا البيراميدز في ظل صمت رهيب من مجلس إدارة النادي الأهلي، صمت مخيف. هل قبل مجلس إدارة الأهلي البيعة؟ هل قبل مجلس إدارة الأهلي إن الأهلي يخسر الدوري لصالح الحفاظ على بيراميدز وتجربة بيراميدز؟ ده سؤال موجه لإدارة النادي الأهلي، أين أنتم؟ أفيقوا، أفيقوا من غفلتكم. طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسموحة غدا، أو خلاص إحنا النهاردة بقى خلاص الخميس. محمد العتباني حكم ساحة، أحمد عادل عبد الفتاح، إبراهيم محمد حكام، أحمد عبد الغني وأحمد عادل عبد الفتاح حكام مساعدين، إبراهيم محمد حكم رابع، محمد عباس قبيل فار، محمود ناصف حكم مساعد لتقنية الفي آر. ولا واحد فيهم دولي، ولا واحد فيهم يحمل الشارة الدولية، ولا واحد فيهم مراقب من الفيفا والكاف. عشان كده لو لقيت احتواء في ماتش بيراميدز اوعى تزعل، كمشجع علاوي انا بقول لك اهو اوعى تزعل، لان للأسف الشديد ادارة الاهلي ولا في دماغها، ادارة الاهلي ولا في دماغها، إدارة الأهلي سايبة الدنيا موجهة لنادي بيراميدز، والدوري مبروك لنادي بيراميدز. أنا بقول لك أهو أول دوريات نادي بيراميدز وأول بطولات بيراميدز، الدوري في الدفاع الجوي، الدوري في التجمع الخامس، الدوري عند ممدوح عيد، الدوري لصالح الشمسي. إيه سبب سكوت النادي الأهلي وصمت النادي الأهلي؟ معرفش. تعال نروح لنادي بيراميدز اللي منزلين بيان طويل عريض ردا على تصريحات رئيس لجنة المنشطات، رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات. طبعا الراجل طلع امبارح قال ان رمضان عنده مشكلتين، رمضان عنده مخالفتين، رمضان ثبت انه العينة بتاعته فيها مواد محظورة، وبناء عليه رمضان مهدد بالإيقاف 4 سنوات إذا ثبت هذا الكلام. بيراميدز لازم يتحرك، وهنا الأندية اللي بتتحرك. بيراميدز نزل بيان يهدد فيه رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. قال بيراميدز في بيانه: تابعت إدارة بيراميدز في الفترة الأخيرة التصريحات غير المسؤولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 1 ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي 2
من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل رسمي ويومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وهو المسؤول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا، وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة. الله 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 الله، الموضوع كبر قوي قوي. ومن جهته، وإذ يؤكد النادي على احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دوليا في شأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض النظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق. يؤكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسؤولة. طبعا بيراميدز بيدور على حقه، بيراميدز بيضغط، بيراميدز بيلعب لعبة عشان يحاول يطلع بأقل أقل أقل الخسائر بالنسبة للاعبه رمضان صبحي، بالنسبة للاعبه رمضان صبحي. وبيهدد رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات انه ما يطلعش يتكلم ولا يفتح بقه فيما يخص الاجتماعات بتاعة لجنة الاستماع مع رمضان. الناس طلعت كلها اتكلمت وقالت الشيبي ورفع الايقاف عن الشيبي، طلع الفقير الى الله في القناة التانية من ساعتين. قلت لكم يا جماعة مفيش حاجة رسمي، مفيش حاجة رسمي، ولو في رسمي اتحاد الكورة ينزل على الصفحة الرسمية والصفحات الرسمية لاتحاد الكورة. وقلت نصا اتحاد الكورة بيرمي طعم، بيرمي بالونة وبيشوف رد الفعل على البالونة هيكون ايه. والله رد فعل ايجابي اهلا وسهلا، يبقى ننفذ ونطلع نقول الكلام بجد وجداني. لقينا الدنيا ماشية في سكة تانية يبقى نطلع نقول عكس ذلك. قلت لكم مفيش رفع ايقاف للشيبي، وان لو حصل ده هيبقى فضيحة يندى لها الجبين. النهاردة بيراميدز عنده ماتش مع سموحة، قائمة بيراميدز للمباراة تخلو من اسم محمد الشيبي. يعني ايه يا جماعة؟ يعني الشيبي ما زال موقوفا. تاني الشيبي يا جماعة ما زال موقوفا، ومباراة سموحة هي أول مباريات الإيقاف بالنسبة للشيبي، والشيبي هينفذ الست ماتشات والاستئناف بتاعه ولا هيأثر على الإيقاف، يأثر على الغرامة المالية لكن لا يعلق إيقاف وعقوبة الإيقاف بالنسبة لمحمد الشيبي. إيه رأيكم؟ حلو؟ حلو ولا مش حلو؟ عرفت بقى ان الاعتماد على اللوائح والقوانين وتقرا بدل ما تطلع تهبد، بدل ما تطلع تهبد. كل مصر النهارده طلعت تهبد ورا البالونه اللي تسربها اتحاد الكوره للاعلام والصحفيين. محدش اعتمد على اللوائح الا قليل، وكنا من القله اللي طلعت قالت مفيش حاجه اسمها تعليق لايقاف الشيبي، ولو حصل غير كده يبقى فضيحه. اتحاد الكرة خاف من الفضيحة. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل رأيكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.